تم الكشف خلال مؤتمر صحفي عن فعاليات وحفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 32 داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا، والذي سيقام في الفترة من 11 وحتى 24 من أكتوبر المقبل. يشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام مشاركة عدد كبير من نجوم الطرب العربي بالمهرجان، ويشارك فيه ما يقرب من 115 فنانا و 33 فرقة موسيقية، إضافة إلى 57 باحثا من 20 دولة. ويقدم المهرجان 48 حفلا غنائيا. الدورة 32 هي من أكبر الدورات من حيث عدد المشاركين والليالي أو الحفلات اللي موجودة والفعاليات بأشكالها المختلفة، إذا كانت جلسات بحثية بتناقش محاور المؤتمر العلمي أو حفلات بتقدم للجمهور، حفلات جماهيرية للفنانين، كمان في تجارب موسيقية مقدمة. والحقيقة من ضمن التجارب الموسيقية المهمة المقدمة اللي أنا ما أتكلمش عنها في المؤتمر، إن هي تجربة مقدماها الفنانة لينا شماميان، وهي بتتناول الأغنية العربية، بتتناولها بأساليب موسيقية مختلفة حول العالم. احنا عندنا طبعا إدارة المهرجان اللي هي اللجنة العليا، هي اللي بتتم من خلالها اختيار الفرق الفنية والمطربين. احنا عندنا حوالي 114 فعالية، حوالي 54 حفلة، عندنا حوالي 18 فرقة، عندنا 77 مطرب.